ترجع ليام ليام أوزان باقي ترجع ليام ليام والحمام اللي غاب باقي يعود ويرجع لرصامه يرجع لمقامه يعيش فهنا الأغنية المغربية تشبهنا ونشبهها ولا يمكن أن تكون إلا كما هي عليه، لأنه الفن المغربي والأغنية بصفة عامة مهما قلنا عليها من إيجابيات أو سلبيات يجب أن تظل تلعب دورها الأمين في انعكاس شخصية مجتمع معين. أنا أعتقد أن أغنيتنا تشبهنا بمساوئنا ومحاسننا، ولكن أنا الناس اللي ما فاهمينش وهو أنه هناك تطور كبير جدا على مستوى التوزيع الموسيقي، على مستوى العزف الموسيقي، على مستوى آخر التقنيات والمستحدثات الجيل. الناس تقارن مع الماضي ومجال المقارنة غير موجود، دائما يحنون إلى الكلام والقصيدة المقفات القديمة، قصائد البيضاوي وقصائد عبد السلام عامر والوقت لا يسمح، حتى وقت البث الإذاعي والتلفزيوني لا يجب أن لا يتعدى 3 دقائق ونصف ولا 4 دقائق. هذا من ناحية، ولكن الانفتاح أيضا له سلبياته، فتح الباب على مصراعيه للمحترف ولغير المحترف، وأصبح الكل بإمكانه أن يقول أنا مطرب أو أنا ملحن بحجة الانفتاح، ولكن مع الوقت البقاء دائما يبقى للأصلح. هو الأغنية يجب أن تكون لها رسالة، ويجب أن نفرق بين الأغنية وبين الانترتينمنت اللي هو الترفيه وبين عروض الأزياء، لأن هناك مطربات بين قوسين هن عارضات أزياء أنا في نظري، ولكن يغلفن عروض أزياءهن بغناء والأمثلة كثيرة، فهنا لازم نفرقه. هذا مطرب، هذه عارضة أزياء تتخفى وراء الموسيقى، وهذا الانترتينمنت. هو الفن انعكاس لواقع ولثقافة، والإنسان الذي يحاول أن يمثل ثقافة غير ثقافته لا ينجح. وهذا يذكرني بقصة الغراب والحمامة. الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة فلم يتمكن، فلما أراد أن أرجع لمشيته الأساسية نساها أيضا. اللغات مرات تكون عندها جوانب، اللهجات تكون عندها جوانب إيجابية لأن الرسالة تصل أكثر، ولكن عدد المستمعين لا يكون كثيرا. لما أتكلم باللغة العربية أنا أعرف أن المشاهدين الكرام يشاهدونني في كل أنحاء الوطن العربي، لما أتكلم مغربي ربما البعض لا يفهم كثيرا، ولو أن اللهجة المغربية قريبة جدا من اللغة العربية، فقط هي السرعة في الكلام. ولكن مميزات الأغنية المغربية ليست فقط بلهجاتها، أنت تعلم أنه المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي لم يدخله المد العثماني، وبالتالي العثمانيين لم يؤثروا في موسيقانا وفي مطبخنا وفي عمراننا، شوف هذا الكسيفساء الجميل الذي نصور فيه، وفي أكلنا. فالمغرب ظل بلد بكر، موسيقته بكر، لا موسيقته الفولكلورية ولا التراثية ولا العالمة بحال الموسيقى الأندلسية وغيرها. ثم الإيقاعات هي انعكاس لحضارات متنوعة، وهذه قوة المغرب. المغرب فسيفساء جميل من الحضارات العربية الأمازيغية الإفريقية المتوسطية وحتى اليهودية، كل هذا اختلط وأعطانا ما نسمي الحضارة المغربية، وهذا ينعكس جليل على موسيقانا وأغنيتنا. أنا أعطيت محاضرات في أكبر جامعات العالم اللي في القارات الخمس أو القارات الأربع، ولما يكون عندي محاضرة هي مش محاضرة، هي ورشة عمل، يكون معي أو ما يسمى بالإنجليزية workshop، يكون معي 3-4 موسيقيين نتكلم على لون موسيقي معين نطبقه ونمر للون الموالي، والألوان اللي ما نقدرش نطبقها بحال الفولكلوريا نشتغل عليها بالداتا شو، من خلالها نشرح للمشاهد أسلوب عيش المغربي من خلال موسيقته. مثلا أنت لو أخذت الآلة الأندلسية أو الآلة أو الموسيقى الأندلسية، هي تعبير عن حضارة المغاربة أيام الأندلس،
لو أخذت الملحون هو تعبير عن حضارة المغرب منذ القرن السادس عشر، حضارتهم في كل شيء. هناك قصص اجتماعية، قصص حربية، بطولات حربية، قصص غرامية، من خلال قراءتها أنت ممكن تفهم كيف كان المغرب وكيف هو المغرب. ثم أنا وش أشرح للناس ما هو الفرق بيننا وبين المشرق في الموسيقى بالتطبيق، ما هو الفرق بيننا وبين الغرب بالتطبيق، وما هي نقاط الالتقاء. مثلا أنا أشرح ضمن ما أشرح أنه الموسيقى الأندلسية المغربية هي النواة الأولى لظهور الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وأطبقها. وعادة تكون في ميوزيك ديبارتمنت، ويكون المتلقي ممكن أتكلم معه بلغة جد خاصة، جد موسيقية. حتى المقامات في المغرب، ونحن لا نسميها مقامات، نسميها طبوع. لماذا هذا الطبع قريب من غناء النصارى في القرن 11 مثلا؟ لماذا الموسيقى الأندلسية هي مزيج بين غناء القوط والسقالبة الذين كانوا يسكنون شبه الجزيرة الإيبيرية، والأمويين الذين أتوا من الشرق، والأمازيغ الذين أتوا من المغرب، والأفارقة الذين، هذا كله أعطانا واحد الخليط سميناه الحضارة المغربية. والتميز والنجاح في الفن مش هو جميل وسيء، لأن هذه صفات نسبية، وإنما هو جديد لا يشبه لشيء. يكون عندك بصمة فأنت عندك موسيقى، وأنا أعتقد أن المغرب عنده بصمة. الموسيقى هي مراية تعكس لك الحضارة، تعكس لك الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، والوضع الاجتماعي. لما تكلمت مثلا في أغنيتي سعادة الوزير، أنا تكلمت على البطالة. لما تكلمت عن أطفال الشوارع، أنا أتكلمت على أطفال الشوارع، ولكن تكلمت على المسؤولين. من المسؤول لما تقول الغلطة داروها الكبار؟ هو خليط ممزوج، ما تقدرش تفكوا بعض من بعض. وزمان لما كان عندك الكندي مثلا أو الفارابي كان موسيقي، ولكنه أيضا كان طبيب وفيلسوف وعالم. أنا من النوع اللي عندي موسيقى عندها رسالة، وموسيقتي تعتمد على النص ربما أكثر من الألحان، والنص عندي جد مهم. ربما هذا ما يميزني على الآخرين. وأغنية إذا ما كان ما عندهاش رسالة، غنيت كثير على الأنتروبولوجيا، غنيت على المدن، ولما أغني على المدن أغني عن من أسس المدينة، كيف أتى تأسيس هذه المدينة، كيف أثر تأثير هذه المدينة، أشياء كثيرة. فأنا أعتقد أنه وحدة لا تجزأ. الفن هو مراية كما قلت للسياسة والاقتصاد والاجتماع. إذا كان هذا الفن جميلا، وكما قلت بين قوسين شيء نسبي جميل، فالأشياء التي تكلمت عليها جميلة. وإذا كان هذا الفن رديئا، فالأشياء التي تكلمت عنها رديئة. كلمة الفنان أنا أضعها بين قوسين، وأقول بالنسبة لي الإنسان، ربي أعطاني لغة ضمن اللغات التي أتكلم، وهي لغة الموسيقى، وحاول من خلالها أن أعبر عن ما يهم الإنسان أولا، والمواطن ثانيا، ديال بلادي ثانيا، ولكن الإنسانية بصفة عامة. ربما خوضي في بعض المجالات أثر علي في 10 سنوات والخمستاشر سنة الأولى، ولكن بعد تعود الناس لقوا أنني أقول أنه هذا الفنان الرسالي. يعني إحنا لمدة 60-70 سنة وأنا أغني والناس تغني عن حبيبتها، هي علاقة ثنائية لا تهم الناس كثيرا. الحب جميل، لكن المحبة أجمل. لما تتكلم على وضع عالم متفكك وتعطي حل ولو عن طريق الحلم، فأنت تقدم بديل. هذا دور الفنان. بالنسبة للجمهور، هذه إشكالية لازم نتكلم عليها. مع كل حبي للناس اللي نقدم لهم أعمالي، أنا لا أخذ الجمهور بعين الاعتبار في المسار الأول، ولا ألبي اختياراته، لأن هي القضية ليست قضية عرض وطلب. أنا لا أبيع في بقالة. أنا عندي فكرة أطبقها من خلال موسيقتي وأعمالي. إذا استجابت مع ذوق الجمهور أكون سعيدا، إذا لم تستجب أحتفظ بنسختي. نقدر نقول لك أن لا، فني مرتبط بالإنسان، لأنني أيضا غنيت عن الماء وعن أطفال الشوارع وعن سرطان الأطفال وعن الهجرة السرية. ولكن نقدر نقول لك أنني كثرت من الغناء عن كل ما هو محلي،
وأن المرحلة المقبلة إذا كان لازال هناك حياة سوف تكون انطلق أوسع وأرحب، تكون موسيقتي أرحب. محمد عبد الوهاب أنا كان عندي فرصة، قابلته وعشت معه مدة طويلة لغاية يوم ما مات وكنت معه. قال لي: أنا كنت أقول، هذا كلام عبد الوهاب، أن الفن لا وطن له، وكنت غلطان. الفن له وطن وله حدود وله جغرافيا وله رائحة، وبالتالي كيف بإمكاني أن أستمع لرافي شانكر الذي يطربني وأنا ألا أفهم الهندية؟ ولكن في نفس الوقت أول ما أستمع أقول هذا رافي شانكر. هوية، لون، وطن، حدود، صحيح أنها لا تحتاج لتأشيرة لكي تسافر وتصل إلى العالم، وأنا أعطيتك مثال برافي شانكر وغيره، ولكن أثناء صناعتها عندها هوية، وإن لم تكن عندها هوية تموت. أسدتي الوزان السوح ملي ولا تغبروا بيا يرجع لرصامه يرجع لمقامه يعيش بهناه.